الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض
قادرون وإن فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وشجرة تخرج من وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع
تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا فلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال ربي إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كان.
صدق الله.